تاريخ طوكر الجميل اللي فيه كثير من الأصالة والبطولة والمحشر الجميل اللي له علاقة بتفاصيل تجمع كل أهل المنطقة اللي جو حقيقة من كل السودان. هنعرف التفاصيل دي ونعرف التركيبة السكانية المتميزة جدا لها بعد أن نتعرف على التاريخ. نبدأ معكم مشاهدينا تاريخ طوكر الجميل اللي فيه كثير من الأصالة والبطولة والمحشر الجميل اللي له علاقة بتفاصيل تجمع كل أهل المنطقة اللي جو حقيقة من كل السودان. هنعرف التفاصيل دي ونعرف التركيبة السكانية المتميزة جدا لها بعد أن نتعرف على التاريخ. فأهلا ومرحب بواحد من أبناء المنطقة واللي شغل حقيقة عدد كبير وكثير من المناصب المتعلقة أيضا بتنمية هذه المنطقة، فهو الأمين المالي لمشروع دلتا طوكر. فأهلا ومرحب بك الأستاذ مجذوب علي أبو علي، شرفتنا كثير. فرحين على بقناة الشروق، ونحن سعيدين جدا بهذه السانحة، وعبركم نحيي كل المشاهدين. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا كثير. في البداية نبدأ نتكلم عن طوكر، من الاسم ونعرف طوكر دي نفسها تقع وين بالنسبة لشرق السودان الحبيب؟ تفضل. حقيقة الاسم بتاع طوكر ذاته مرة بمراحل. في البداية كان اسم باللهجة المحلية اللي هو بالتاء طوكر توكر، وبعد ذاك اتغير الى طوكر. وطوكر الحقيقيه والاولى هي على بعد 7 ولا 10 كيلو من المدينه دي، وهي كانت يوم من الايام تعتبر المدينه الرئيسيه للامير عثمان دقنه والخلفيه بتاعت الجيوش بتاعته. فبعد ذاك لما اتخطط الطوكر جاء ظهر الطوكر الجديده دي بالشكل دي، واتخططت بالوضع أنا احنا فيه الان. نعم، فرقه شو طوكر القديمه من الحديثه؟ طوكر القديمه دي كانت بعيده من المشروع، بعيده من الدلتا. ففي الزمن ذاك راوا انه لازم تكون قريبه من الدلتا، في وسط الدلتا، للاشراف المزارع عشان يجمع محاصيله يجيبها، لتواصله بالاراضي الزراعيه يمشي ويجي. فكانت دي النقطة اللي خلت انه طوكر الجديدة تكون في الداخل هنا. جميل. التاريخ بالتأكيد له علاقة بالأحداث التاريخية المختلفة اللي مرت بها طوكر، يعني من الثورة المهدية أو يمكن ما قبل ذلك، يعني كلمنا عن الحقبة التاريخية دي ودور طوكر المتميز جدا اللي كان يعني فيه كثير من التفاصيل اللي قريناها في الكتب أو المحكية بالنسبة لكم هنا، لأنه في كثير من الأمور ممكن ما تكون وصلت للأقلام حتى ترصد بكثير من الكتب يقرأوها الناس، فحابين نعرف كل الأمور اللي علاقة بالتاريخ المعروف عنها وغير المعروف. حقيقة فعلا طوكر هو الغنية بالتاريخ ولها تاريخها قبل المهدية في الصراعات الغزلية، دخول بعض العرب للسودان، منها طبعا بدأت الأحقاب الجديدة اللي هي بتاعت المهدية والحركات الوطنية في السودان. فطوكر كان لها نصيب كبير في المهدية، وقدمت شهداء وقدمت يعني أبطال، ومن ضمن الفترة دي كانت واحدة من المعارك المشهورة هي معركة ترينكيتات الأولى اللي هزموا فيها الإنجليز، ولليلة ما زالت المعالم بتاعت المعركة موجودة. فيها شنو المعالم؟ في باقي الأسلحة والبداية التطور بتاع المدفعية وغيره الآن موجودة، ومنها في جزئية هنا في المركز بتاع الشرطة. في بعض الهياكل العظمية مع عوامل التعرية، والمنطقة منطقة بتاعت أهوية أو تيارات بتاعت هواء قوية، فبتكحة الواطة بتظهر الأظافر الشعر العظام. فكله بعد فترة ناس طوكر بعد كله 15 سنة يمشوا يلموها يدفنوها تانية. أيوه. بعد ده كانت في معركة ترينكيتات الثانية، وفي معركة تأماي، والآن موجود في الموقع في المنطقة الغربية الشمالية لمدينة طوكر في الجبال. في معلم نصب تذكاري قديم معمول في المنطقة،
بعد ذاك ناس توكر قال لهم وقفتهم مع المهدية ضد الاستعمار. نعم. والتميز أهل توكر كل الحقب دي كانوا يرفضوا الاستعمار، يرفضوا الحكم اللاشرعي. نعم نعم. بعد ذاك انخرطوا في الحركات الوطنية. من زول عبد اللطيف الماز وغيره، ناس توكر كانت لهم البصمة بتاعتهم. نعم. بعد ذاك جات الحركة الوطنية، مؤتمر الخريجين. كان رئيس مؤتمر الخريجين في توكر الشيخ مجذوب أبو علي موسى. بعد ذاك دخلوا في المرحلة بعد إنه كانوا يناهضوا الاستعمار. 1954 قوموا وفد رافض للحكم الإنجليزي من توكر بالعربات إلى الخرطوم. وبنوا النادي الأهلي العتيق الآن موجود. وكان هو الانطلاقة الأولى منا. مشوا قادوا ثورة وهدموا المركز بتاع الشرطة وحرقوه. وبعد ذاك الوفد اتحرك، والزمن لو أسعفنا في بعض الوثائق ممكن أزول يوريكم لها. فبعد ذاك كونوا الوفد ده ومشى الخرطوم وبدت مرحلة الاعتقالات وغيره. و 1954 أول علم اترفع في النادي الأهلي. أيوة. قبل الخرطوم. جميل جميل. 1954 رفعوا العلم السوداني كل قبائل توكر. مع بعض مجتمع وكل قيادة توكر رفعوا العلم السوداني. بعد ذاك كان عندهم ممثلين في أول برلمان سوداني حر مستقل. ويمكن الآن في كل قنواتكم بالمنتج المناسبة القيادات التوكراوية قاعد تظهر. صحيح. في الواجهة. نعم. فتوكر غنية بالتاريخ، غنية بالإرث، وكانت يوم من الأيام مركز اقتصادي ضخم جدا. صحيح صحيح صحيح. ودل على اللي هي الجانب نوعا ما في التاريخ، لكن التاريخ الحديث باعتبار أنه شكل قوة اقتصادية كبيرة للمنطقة. احنا حقيقة واقفين في شارع وفيه كثير من التفاصيل التاريخية من مباني مختلفة، وحققت أيضا يعني بعض المفاهيم المميزة جدا المتميزة في مجال الإدارة وفي مجال التعليم وفي جارات مختلفة. فياريت تكلمنا عن يعني تفاصيل هذه الأماكن، وسعيدين إنها تكون بنفس يعني الهيئة بتاعتها الحمد لله، يعني ما في هدم لها تم أو أي حاجة. فورينا أول حاجة إحنا واقفين الشارع ده ديادو حي، وورينا المعالم اللي إحنا واقفين جمالها. متفضل. حي توكر هي عندها أحياء بالأرقام عكس السودان كله، الحي الأول الثاني الثالث إلى التاسع. نعم. دي الأحياء بتاع المدينة، وده الشارع الرئيسي المدخل اللي بيدخلك للمدينة وانت جاي من بورسعان. نبدأ بالمبنى بتاع المحلية اللي هو السيادة، نفس الشكل نفس الديزاين غير الطلاء، ما في حاجة تغيرت فيه. اتأسس سنة كم يا أستاذ مجدود؟ في عشرينات القرن الماضي. جميل. نعم. بعدين ننتقل للمبنى بتاع المحكمة، ده يمكن نوعا ما من المباني الجديدة بتاع الأشغال سابقا. وده إدارة مكتب التعليم. كان الأشغال في الأول؟ كان الأشغال. أها كان بيتم فيه شو يعني؟ الأشغال المسؤولة من كل العمل بتاع الصيانات للدولة من نجارة، بناء، حدادة، مياه غيره. كانت وحدة ضخمة جدا هي المسؤولة من كل تنفيذ عمل التنمية في المحلية. جميل. بعدها تحولت؟ بعدها حلوها أحد نميري، تحلت أواخر أحد نميري تحلت. نعم. وتحولت الآن أصبحت لعمل آخر. محكمة يعني. أصبحت محكمة. نعم. فبعديه هنا عندنا إدارة العمل التعليم. التعليم. نعم. كان شنو قبل ما يكون الإدارة العامة للتعليم؟ أصلاً كان تابع للأشغال. كان تابع للأشغال برضو. تابع جميل. للأشغال. نعم. لكن الآن بقى إدارة التعليم، ودي استراحة التعليم بوراها المباني ديك بتاعت إدارة مشروع دلتا توكر. أما عندنا بنك الخرطوم ده من المباني العتيقة بنفس شكله وغير اسمه أي حاجة. ونتمنى أنه ربنا يوفق إدارة بنك الخرطوم تجينا راجعة. فالمبنى ده من عشرين من ثلاثينيات القرن الفات. جميل جميل جدا. نعم. بعدين عندنا بيت المدرسة بتاعت أبو بكر الصديق. دي من المدارس النوع ما اتبنى الجديد. لكن المبنى الاخضر اللي وراه الان فيه البنك الزراعي. ايوه. ده مبنى بتاع مواطن سوداني. اللي هي اسره مشهوره كانت في توكر والان بورسعان ناس بعمر. حضارمة. وكان تاجر وسمسار بتاع قطن، مبنى باثنين طابق. فكانوا يشتروا القطن و بيخزنوه يعني نوع من التخزين والسكن؟ لا بيصدروه. يعني ده كان سكنه.
ده سكن الأسرة. سكن نعم جميل جميل. فبعديها عندنا المبنى في مبنى هناك بتاع جوبة بكير فيها زي جوبتين ثلاثة ده شنو؟ بعديه المبنى بتاع مشروع دلتا طوكر. أيوة أيوة. الرئاسة. أيوة أيوة. بعديها تجيك الشكل بتاع الجوبب اللي هي كانت الأيام ديك بيوت من بيوت الكبار الموظفين لل. كان بيوت دي. ايوه بيوت تصميمها طبعا غريب جدا يعني دائما بيقول الانجليز عندهم البيوت اللي هي بتكون شكل المارسيليا يعني لكن القبب دي فهمها شنو يعني او من ناحيه بيئيه ومن ناحيه والله البيئه البيئه يعني. البيئه لها دور احنا عندنا الرياح الصيفيه بتاعتنا من الجنوب للشمال تتجاوز 80 الى 90 كيلو في الساعه ايوه عاليه جدا عاليه جدا ثاني عندنا الرياح الشماليه الجنوبيه المعاكسه اللي هي نسميها الهبابي دي نسميها الايتهبيب وكان عندنا منسوب بتاع امطار عالي في الشتاء الان مع تغير المناخ تاثرنا والمنطقه ذاتها واقعه في اصابنا الفقيره فكان في نسبه امطار عاليه وفي نسبه قهوه عاليه عشان كده قاموا صمموا بالطوب الاحمر ايوه والشكل بتاع القبه ده عشان تنساب يعني الرياح يعني تنساب الباو ونمره اثنين يديك من الداخل مساحة كبيرة اللي هي تبرد الجو طبعا ما في كهرباء ما في مراوح ما في أشياء زي دي فكانت ترطب الجو بيستعملوا نظام الحبابة القديمة الكبيرة ذيك أقل تحريك بتاع هو كان بيرطب الجو جميل جميل دي تفاصيل مهمة جدا حقيقة تحكي عن تاريخ طوكر الجميل احنا سعيدين جدا انك كنت ضيف معنا ونتمنى ان شاء الله انها دائما تكون بهذا الجمال وتتطور اكثر واكثر عيادكم ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا استاذ بجزوم يعطيك العافية الله يخليك تسلم ان شاء الله نواصل احيانا مشاهدينا تفضلوا معنا بالتأكيد الحديث عن الاقتصاد مهم جدا في طوكر باعتباره هو كان يشكل فارقة في الاقتصاد السوداني وكان له دور مهم جدا وكبير في هذا الأمر سعيد أنه يتكلم عن المشاريع وعن الأحواض الزراعية وأدوار الكبيرة في تنمية طوكر بصحبة واحد من أبناء المنطقة وهو الأمين العام للجنة تسيير مزارعي مشروع دلتا طوكر الأستاذ الأمين الجيلي أجلان أبو فاطمة أهلا ومرحبا بك كثير شرفتنا في رحي غلامك حبابي الله يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا نرحي بقناة الشروق وفي معدين الطوكر وخاصة في مشروع دلتا طوكر نحن الآن في مكاتب إدارة المشروع ومشروع دلتا طوكر حقيقة هو من المشاريع القومية القديمة جدا وتأسس عام 1878 على عهد التركي المصري وخطط في عهد الحكومة الإنجليزية الاستعمار وب85 حوض تمتد من الجنوب إلى الشمال وتحد من الشمال الساحل البحر الأحمر ومن الجنوب تحد منطقة ريفية حقيقة يعني خور طبعا الفيضان بالنسبة للمشروع دلتا طوكر يجي بخور بركة اللي هو اللي يجي من مرتفعات إريتريا ودائما يعني يحل علينا في شهري في أواسط شهري 7 لغاية شهري 9 الأحواض 85 حوض تقريبا موزعة من الجنوب إلى الشمال وكل حوض من الأحواض دي فيها عدد من المزارعين في أحواض كبيرة وفي أحواض صغيرة أكبر حوض فيه 65 مربع وأحواض الصغيرة فيها 15 مربع هذه الأحواض مقسمة من العهد المصري إلى المواطنين والمزارعين قبائلنا الموجودة داخل محلية طوكر والحمد لله المشروع طبعا تاريخه عريق وقديم وكان بيزرع أول محصول الرئيسي فيه القطن وكان بينتج إنتاج عالي جدا وكان هنا في بورصة في طوكر وكل الشركات كانت تجي هنا وكان يتم شنو بيع القطن داخل هذا المشروع. جميل، ممكن تكلمنا عن الشركات دي لأنها لها علاقة بدول يعني التصدير كان خارج السودان. والله هي شركات بريطانية وشركات إيرانية وشركات هندية وشركات يابانية. كانت أغلبية الشركات دي تجي هنا، وبل هنالك كان عدد من التجار من اليابانيين والهنود
والباكستانيين والإيرانيين في مدينة طوكر. جميل، كانوا موجودين هنا في البلد طبعا بشكل التجاري، بشكل التجاري هو بيقوموا على نقل يعني مثلا المعلومات اللي لها علاقة بالبورصة والأسعار، وغير كده انهم خلاص بيقوموا موجودين، موجودين وكانوا تجار وعايشين في البلدية واخذوا فترة طويلة جدا يعني في طوكر. طيب كلمني عن البورصة نفسها، انه الزراعة بتتم كانت كيف، والموسم نفسه كان بيتم كيف، وبعدين مسألة الحصاد والإيجار يعني هذه المحاصيل. والله كان في تشجيع بالنسبة للمزارعين في زراعة القطن. أول كان تجيهم البذرة مجانا ويزرعوا البذرة في مساحات كبيرة جدا من المساحة حقت الأرض، وبعد قليل من الذرة والبغوليات. الحتة دي كانت شجعت المزارعين بأنه يزرعوا القطن بكميات كبيرة، والقطن كان على مين قلت لك زي في البحر في منطقة الجنوب هنا على غرية الدولابية، فكان يعني لا بد من نقل شنو يعني يتم باللواري. نعم، لأنه كانت كميات كبيرة جدا، ما كان يجوا بالدواب، يجوا باللواري. وكانوا في البورصة دي بيتجمعوا كل المزارعين وينزلوا القطن بالدواب. ولا الاجتماع ده كان بيكون مرة في السنة ولا كان بيكون؟ لا مع بداية نهاية الموسم الزراعي في الحصاد، دائما يبدأ الحصاد في شهر 2 لغاية 5. من 2 لغاية 5 دي تكون المنطقة دي منطقة حقت حراك اقتصادي كبير جدا، لأنه القطن كان يجي في بالات، والبالة الواحدة نحن نسميها بالة دي تاخذ ما يقارب 200 قنطار. جميل جميل جدا، يعني معناها هذا انتاج ضخم جدا، كان كبير جدا يعني. المساحة كانت بتكون كم الكلية للمشروع؟ والله المساحة كانت في حدود 200 وشوية، يعني كانت تزرع قطن. ايوه 200 وشوية فدان، كانت 200,000 فدان، 1000 فدان كانت في القطن. 1000 فدان قطن. نعم، عدد كبير. في كان محاصيل ثانية غير يعني المشروع الكبير ده؟ طبعا فعلا كان في محاصيل الذرة والدخن. دي بيزرعون بكميات ايضا مبسط اكثر اقل من القطن لغذائهم الخاص، لانه يعتمد على وجبه الذره والدخن. نعم، والدخن كان الفائض منه كان يصدر الى المملكه العربيه السعوديه عبر ميناء سواكن. ايوه، هذا كان ميناء سواكن. نعم، موجوده، وكانت تتلقى يعني السعوديه الذره والعناية من مدينه طوكر. جميل. طيب هل كان في برضه مشاريع، دائما بيكون اي مشروع بيكون في بعض الخضروات بعض الفواكه، المهم بعض الزراعه اللي بتكون مرتبطه بطبيعه المنطقه يعني، فشنو من المحاصيل اللي برضه كان بتنتجوها؟ كان عندنا جزء يعني حاجه بسيطه يعني كنا الباميه وجزء من الخضر البسيطه دي، كنت تزرع زي الفاصوليا والبقوليات البسيطه دي، لكن ما بكميات الكبيرة. جميل، يبقى ده خلينا نقول انه دي لمحة كانت عن المشروع الكبير وشكل البورصة اللي كان موجود هنا، وتأكيد انتعاش سكاني كبير من يعني عمال خلينا نقول ومزارعين ومن هذه المدينة من طوكر، وايضا وفود بتجينا من كل السودان ومن كل العالم. اشكرك كثير على هذه الافادات الممتازة والجميلة، وربنا يديكم الصحة والعافية، ان شاء الله ترجع احسن من اول باذن الله. نسأل الله التوفيق لنا وليكم، جزاكم الله كل خير، نرحب بكم في طوكر. الله يكرمكم، شكرا لكم من رحبنا مشاهدينا. متواصلين معكم مشاهدينا في الرحيق، ونحن في إدارة المشروع، مشروع الكبير اللي كان عنده تاريخ عظيم جدا وشكل فارقة في الاقتصاد السوداني. فأنا سعيدة أنه نتكلم عن المكاتب الموجودة، لأنه حقيقة الإدارة شكلها كانت بطرق حديثة جدا ومكاتب كبيرة في حجمها، بالتأكيد الإدارة فيها كانت تحتوي على عدد كبير جدا من الناس، وبالتأكيد الشيل بيديروه نفسه كان له يعني الشيل كبير. على هذا الأساس إحنا هنقوم نتحدث عن هذا الموضوع بصحبة واحد من أبناء المنطقة، وهو بالتأكيد عنده دور مهم باعتباره رئيس لجنة التسيير، هو أيضا عمدة عموم قبيلة الأرتيقة. فأهلا ومرحبا بي الأستاذ أوهاج محمد أحمد أبو أمنا، أهلا بك كثير، شرفتنا في الحقيقة. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حبابكم عشرة. الله يخليك، يديك الصحة والعافية. تسلم. فضاية الشروق هي لا زالت وكانت تجينا دوما وتباشر معنا الاحداث، واي حاجه كانت تواصلنا. الله يكرمك، يديك العافيه. شكرا جزيلا ونشكركم شكرا جزيلا. الله يكرمك ويسلمك. ممكن تبدا تعرفني عن المكاتب الموجوده والادارات اللي كانت موجوده من قديم في طوكر بالمكان اللي احنا موجودين فيه الان، اداره المشروع؟ تفضل. نعم، المكان اللي احنا موجودين فيه هو اداره المشروع. اداره المشروع تتاسس بمكاتب مدير المشروع والخضرة والجزرجيه وعده مكاتب هي. والحمد لله فيها الان زادت كمان المكاتب بتاعت اللي هي بتاعت الزراعه، الترشيد، الارشاد الزراعي. الارشاد الزراعي، الارشاد الزراعي. وعندنا الحمد لله بورصه كبيره هي الان امامكم في الزريبه هناك، زريبه القطن. عندنا المباني الصغيره دي هي عباره عن موازين. البورصه الكبيره دي جواها كان في شنو بيتم التخزين؟
التخزين القطن. تخزين القطن. ايوه. جميل. ابتدأ. وسمعت انه الساحه دي هي اللي كان الناس بتقعد فيها وبتبدا تعمل الاوزان يعني. ايوه دل اللي يعمل فيها الاوزان، لكن المساحه دي لحد قسم الاشغال هناك تمتد. ايوه. ده كلها تتملي اقطان ارادب وكذا. ايوه. بعدك يبدا الوزن في المباني، شايفينها دي الدرجه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. لحد اربع درجات كانت لما نجي الفريز يفرزهم بدرجات. ايوه. يفرزهم بدرجات اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه. جميل. وبعد كده بيتم التصدير صح؟ ها؟ يتم التصدير بعد كده. بعد ذاك يخش هنا في البورصه اللي قدام ديك، الميزان ديك. ايوه. يجي طبعا تيجي كانت في بورصه العالميه ذاتها كانت معنا. ايوه صحيح. اول بورصه موجوده كانت هنا ينضرب فيها جرس. أيوة. المكاتب اللي وراكم دي. المكتب ده شنو؟ المكتب ده هو مكتوب حسي المفوضيه الاوروبيه برنامج تاهيل القطاع. دي حاجه جديده دي. الفاو. الفاو. ايوه دي اداره منسقيه الارشاد، ده بقى. أيوة. الان. لا من ده وضعه الحالي. طيب زمان كان شنو المكتب ده؟ زمان كان المكتب ده يكون فيه ناس البورصه ذاته. يجوا وطبعا في شركات تجينا من برا. جميل. طيب المكتب اللي قدامنا ده فيه ايش؟ المكتب اللي قدامكم ده كان تابع للخبراء. تابع للخبراء. ايوه الان فيه نائب المدير. دورهم شنو الخبراء؟ الخبراء دورهم شنو في الوقت ده؟ الخبراء دورهم لانه يمشي هم يعني يمشي ويقدروا المحاصيل الزراعيه والمساحات بتاعت الري، وشغلهم لانه يعني يتابعوا الغيط والزراعه وتاسيس المشروع. جميل. المحصول. جميل. طيب الجنب طوال المكتب الجنبه؟ الجنب ده تبع الحصه تبع اللهم صل على سيدنا محمد. هو كان شنو؟ كان شنو المكتب ده؟ المكتب ده كان برضه تابع لخبراء، لكن الان هو تبع الارشاد الزراعي. برضه تبع الارشاد الزراعي. طيب ديل يعتبر الثلاثه هم الاهم ولا في ثاني مكاتب؟ عندنا مكاتب ثانيه اللي هي المكتب ذاك فيه مدير المشروع. مدير المشروع. مدير المشروع. وده هسه الان فيه نائب المدير. جميل. نائب مدير المشروع. نعم. هو عموما انه في شغل موجود يعني. طبعا عرفنا انه من خلال المكتب ده برضه فيه وثائق مهمه جدا، وفيه صور مهمه جدا بتحكي عن تاريخ يعني التنميه الاقتصاديه الكبيره اللي كان بتنعم بها طوكر صح؟ نعم. احنا هنقوم ندخل جوه ونعمل مجموعه كده من الصور ان شاء الله على اساس نوري المشاهدين بانه قدر شنو المكان ده فعلا هو كان مؤثر وكان كبير. نعم. العمده فهد شكرا جزيلا لك، ربنا يديك الصحة والعافية ويكرمك وترجع إن شاء الله توكر لأجمل أجمل من أول بإذن الله. نتمنى من الله ذلك، ونشكركم شكرا جزيلا لمواكبتكم ومتابعتنا لنا، وفي كل الفضائيات الشروق دي قاعد تجي وتتلمس مواضيعنا ومشاكلنا. الله يكرمك ويسلمك ويديك العافية. إن شاء الله بإذن الله. تسلم. يعني مشكورين على ذلك. الله يكرمك، شكرا جزيلا يديك العافية. نواصل رحيقنا مشاهدينا، تفضل معنا. أكيد كل منطقة في السودان عندها شيء بيميزها، والشيء اللي بيخلي الطابع الاجتماعي يكون قوي ومتين، خاصة إذا كان له علاقة بحلحلة المشاكل أيا كانت. فبنلقى إنه دائما النظار عندهم الأدوار الكبيرة دي اللي هم فعلا كقيمة اجتماعية لهم مكانتهم ولهم وضعهم، ومن ناحية أيضا لحل الحلول الناس بترجع لهم لأنه كلمتهم هي دائما كلمة الحكيم اللي بيفصل دائما ما بين الأمور. أنا سعيدة أكون موجودة في مجلس ويعتبر مجلس من النظارة لقبيلة الحباب، وباعتبار انه في قبائل كبيره جدا ومختلفه في هذه المنطقه هنتكلم عنها ونتكلم عن التراث اللي هو دلائل بالتاكيد اجتماعيه كبيره. فاهلا ومرحبا بناظر هذه القبيله، قبيله الحباب، واللي بيسمى كانتباي، كانتباي محمود حسين. اهلا ومرحبا بك كثير يا عمنا، ان شاء الله انت طيب. الله يبارك فيك والله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين علامت عليهم غير مغضوب. أرحب الحمد لله جئتوني، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. وأشكركم جدا جدا وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك. والله يطول عمركم في الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة. آمين يا رب. الحمد. أنا أسألك من حاجة يا أيوة. كنتباي، طبعا إحنا دائما في رحيق الأمكنة بنجيب كثير من الأشياء اللي لها علاقة متعلقات تشريفية، بتكون دائما هي هبات من شخصيات معروفة جدا يعني ومرموقة، ما بتسلم إلا لكبار الشخصيات. فالعباية
أول كسوة، كسوة الشرف دائما بتقدم للناس الكبار دائما في مكانتهم وفي مقامهم. فهو الآن إحنا دائما بنجيبه كشكل بيكون هو يا إما صورة يا إما بيكون موجود في قزاز كمتحف، لكن اليوم إحنا شفناك إنك لابسة يا كتب بارك الله فيك. أها دي 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 حقت جدكم الكبير حامد. جدنا الكبير كان تبع حامد. أها ولابسة كان دي اللي يلبسها جدي وبعدين أبوي يلبسها واستنني معه وحتى أنا ألبسها. يديك العافية إن شاء الله. أيوة. طيب كلمنا شوية عن جدك حامد، كانتباهي حامد، باعتبار إنه دوره مهم جدا برضو كان في المكتب. دوره مهم. وفي صورة فوق موجودة، الصورة دي جميلة حقيقة. نقول الخليفة. هنخليه يتكلم عنها ضيفنا بتاع الخليفة. الخليفة الخليفة الجابة. الخليفة عبد الله التعايش. أيوة دي جاي منين الخليفة عبد الله التعايش. أها. في الخرطوبي. اها ويطلع الجرايد وكل شيء. اها وخدمنا بارك الله فيه وجاب لنا الصوره دي. جميل. كلمني عن جدك حامد. جد حامد كان ملك لأريتريا. وكان شغال في أريتريا. بعدين الحكومه الايطاليه قالوا كنت اقدر يكون حكومه وتربط مع مصر والسودان السعودية. كان معاهم شغال. وادوه سلاح. وكان يطلع السلاح بتاعه. بعدين قال الراجل ده لازم يمسك مننا البلد ونمسكه. مسكه ولا. ايوه جميل. احنا يعني ده طبعا تاريخ جميل احنا هنواصله بارك ونتكلم الله. بالتاكيد أيوة. مع ابن الاستاذ الكنتباي محمود. فيديك الصحه والعافيه ان شاء الله. ربنا يكرمك ويديك الصحه والعافيه. طبعا شاكره لك انك انت رغم انك شويه تعبان انك اديتنا الفرصه دي عشان نتكلم معك. ايوه ايوه ربنا يديك العافيه. أيوة. اهلا ومرحبا بابن كنتباي محمود. اهلا بك حامد كنتباي محمود حسين. اهلا بك كثير شرفتنا في حقيقه الامكنه. وعليكم السلام واهلا بكم اخواننا في قناه الشروق في هذا اليوم المبارك. شرفت توكر محلية توكر. مرحب بكم في أهلكم وفي دار الحباب. أهلا بك كثير. طبعا الديار كثيرة هنا ما شاء الله. يعني احنا حابين نبدأ نتكلم عن الحاجة دي. وحقيقة يا جماعة الحاجات المهمة اللي حابة أركز عليها بأنه كل الناس الموجودين هنا مع أنه اختلاف كبير من مناطق مختلفة جو من كل السودان تعايشوا لسنوات طويلة مئات السنين، لكن هم بيقولوا احنا أبناء توكر. فنحن ده شيء من فقط يعني التوثيق هو، لكن كل الناس هنا هم أهل. فياريت تدينا نبذة كده، كلمنا عن القبائل الموجودة، التركيبة السكانية الموجودة اللي هي جعلت من الدار دار واحدة. فضل. مرحبا بكم أهلا وسهلا. توكر الحقيقة أسرة واحدة وقبيلة واحدة. يمكن توكر يعني تعتبر سودان مسقر، يعني فيها كل القبائل، فيها الهدندوة وفيها الأرتيكا وفيها بن عامر وفيها الهوسة وفيها الحلنقة والأشراف والحسناب والسودانية وأهالي البحر بمسمياتهم المختلفة، الجعليين الشوايك كلها الدناقلة. يمكن توكر من المناطق تختلف من المناطق بأنه هي نسيج اجتماعي موحد. يمكن كل السودان في فترة من الفترات باعتبارها كان المشروع أنه مشروع نموذجي كان بيجمع الناس كلها، والحتة الاقتصادية النشطة كان في شرق السودان يمكن كانت توكر عشان كده جابت كل الناس. يلا لمت كل الناس. بالاضافه لانه انا حرجع بكم يمكن شويه كده لكلمه الناظر ما يتعلق طبعا اكيد احنا ده طبعا الجزء الاول، والجزء الثاني اللي احنا دايرين نتكلم فيه عن انه الاداره الاهليه دائما عندها ادوار مهمه جدا دائما في حلحله المشاكل وفي قيمه اجتماعيه بتكون موجوده. كلمنا بشكل عام في توكر يعني كل ما يخص الديار اللي لها علاقه بالحكم الاهلي. حقيقه توكر فيما يخص في عمل الاداره الاهليه عمل كبير، ويقوم طبعا في إصلاح ذات البين. صحيح. والعمد والإدارات الأهلية والنظار والمشايخ عندهم قيمة اجتماعية. هناك كثير من المشاكل يعني تفتر منها المحاكم ودواوين الحكومة، لكن في قاعدة أهلية بطريقة يحسم الأمر. أيوة صحيح. ويتفاضل على بعض بالمشاكل. وكلمة الناظر مسموعة، كلمة العمدة لها مكانتها. نعم. فحسب المجتمع الموجود والمكون الموجود إذا حصلت أي مشكلة لأي قبيلة، والأغرب من كده إنه الناس بتحترم بعض. إذا كان زول فرد من قبيلة معينة تصرف تصرف معين، بدل ما يلوموه يمشي يكلموا العمدة يقول ولدكم حصل منه كده وحصل كده. أيوة. عشان بكرة بعد بكرة ما تجيب لوم.
أيوة. القبائل. أيوة جميل. ده الوضع الموجود. الوضع الأساسي. طيب أكلمنا عن القبائل نفسها الموجودة. أول بالنسبة للنظارات، هل هو ناظر واحد اللي بيكون موجود ولا أكثر من نظارة؟ حاليا في محلية طوكر الناظر كنتيباي. كنتيباي. أيوة. هنالك عموديات مستقلة موجودة في طوكر. عمودية الأرتيقا والأشراف والحسناب والكميلاب. وذي عموديات مستقلة في طوكر موجودة. لكن النظارات الأخرى يمكن في باقي الشرق، في مناطق الشرق الثانية. نعم. موجودين في بورصدان في كسلة. ناظر حدندا في كسلة، طبعا ناظر بن عامر في كسلة، الأمار في بورصدان. أما هنا في طوكر ناظر الحباب الموجود كناظر وحيد في جميل. في طوكر اللي هو الآن يعني الناظر الوالد ربنا يديه الصحة والعافية. طيب بالنسبة للتداخل الجميل من كل السودان، طبعا من ناحية ثقافية من ناحية تراثية، هو بيكون غني جدا لأنه جامع ومجمع هو لكل الثقافات الموجودة في السودان. كلمنا عن التراث بي بي يعني بيظهر كمهرجان كبير، كيفيات ومناسبات. العلاقات دي لما تكون متواطئة مع بعض بيكون فيها تفاصيل مختلفة. فأنتوا لما يكون بس إحنا ماشيين ديار الشايقية فبيكون عارفين إنه هيكون شنو، لكن لما نمشي ديار في غرب السودان في الشمال لكن إحنا موجودين في مكان يجمع كل السودان. فكلمنا شوية عن التراث وشكل التراث في المنطقة. التراث حقيقة متنوع رغم إنه يعني القبائل كثيرة، ولكن هناك تنوع في التراث. حقيقة يمكن قبائل الشرق ما تتفق في تراث، يعني أغلب الحاجات اللي استخدموها في معيشتهم يعني يمكن متغاربة فيها. فهناك يعني في تغارب شديد زي بيت البريش، وفي المأكل في المشرب عندهم يعني أسلوب يميزهم براهم. في تغارب في داخل قبائل الشرق بصفة عامة. عكس التراث بالنسبة للقبائل، يعني القبائل دي طبعا تنحدر من عدة أصول. يعني دائما لما يكون في مهرجانات كل قبيلة تجي تعكس التراث بتاعها. يعني مهرجانات، يعني عندكم كم مهرجان أو مهرجان يعني شكله شنو؟ في طوكر إن إحنا ما عندنا مهرجانات كده، يعني إلا إذا كان في مناسبة كده وطلب المسألة دي. أيوة. لكن المهرجانات الحاسة حاليا شغالة مهرجان السياحة. أيوة. فولات البحر الأحمر. أيوة أيوة. ده المهرجان اللي يمكن الناس تتهيأ له. حقيقة إحنا لقينا مهرجان تاني في استقبالنا، يعني مشكورين على الاستقبال ده، ولقينا حصين ولقينا إيبل ولقينا كثير من الأمور. هي طبعا لها علاقة ب أيوة. لا ده ذاته يعني شكل لك اللوحة بتاع إنه ناس توكر متكاتفين. أيوة. يعني حاسة في الساحة دي تمرق تلقى البن عامر، تلقى الهدندوة، تلقى الأرتيقة، ما بين الناس اللي قاعدين ذاته ناس يعني يدوك لوحة ما في تجام في 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 تناسقهم ذاته أهل توكر. نعم. بالإضافة لكلام الناظر لو سمحتوا لنا أنا حديكم خلفية عن الصورة بتاع كنتيبة حامد. كنتيبة حامد ده يمكن الجد الثالث بالنسبة لي كنتيبة محمود الموجود حاليا. نعم. والصورة الموجودة دي كانت في أحد المهدية. وكان راجل من الناس اللي يشار له بالبنان في الأحد في الأحد الثورة المهدية. ويمكن عندنا واحدة من الموثوقات الموجودة إنه الصورة الموجودة فيها دي ده كنتيبة حامد ممسوك عليه، والصورة دي كانت في مصوع جنبه حسين موسى الصافي من أهلنا الرباطاب، وموسى العقاد برضو من أهلنا الرباطاب. الكلام ده مكتوب بالإنجليزي وموجود في تاريخ في التاريخ اللي أنا طلعنا من الإنترنت. أيوة. كويس. أيوة. سنة 1886. أيوة. تقريبا. أيوة. الجريمة بتاعهم المسكون فيها إنه كانوا يهربوا سلاح للثورة المهدية. ما بين كان في تنسيق ما بين كنتيبة حامد الفترة دي كان موجود كزعيم للحباب، ما بين ديل تجار تقريبا. نعم. كانوا في الفترة الفاتت كان في مصوع حسين موسى الصافي وموسى العقاد. فالحكومة التركية الحكومة الإيطالية. نعم. والحكومة البريطانية في النهاية حصل أنه المخابرات أجمعت أنه حيشوف الناس اللي يدعم الثورة المهدية. فاتفقوا أنه شنو بمعلوماتهم جمعوا أنه السلاح ده قاعد يتهرب عن طريق كنتيبة حامد. والمناصرين له اللي هو موسى العقاد وحسين موسى. أيوة. الصافي. تم قبضهم ودي المحاكمة اتمت عليها. وبالتالي يعني كان لهم دور كبير. نعم. في تاريخ الثورة المهدية وعكس تاريخ الحباب في الثورة المهدية. نعم جميل. طبعا في بعض المنتقيات المهمة اللي بتكون موجودة دائما بتميز أي قبيلة. دلوقتي أنت ماسك سيف وكنتيباي ماسك سيف، فكده كلمنا عن السيوف باعتباره برضو مؤشر تراثي موجود في 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 هذا المكان. لا شك أن السيوف مؤثر تراثي، والسيف سلاح يعني قديم. نعم. دليل الفراسة طبعا يعني. دليل الفراسة. أيوة. ودليل الدفاع عن النفس. وعن إحنا السيوف دي موروثة أبا عن جد. السيف الماسكو ده يعني تقريبا من زمن كنتيبة حامد الموجود. نعم. كويس. يعني لو ملاحظة هنا دي فضة. أيوة. أيوة. كويس.
والسيف التراث ذول الوارث من جده الحاجه الوحيده اللي ما يقدر يفرط فيها. طبعا طبعا يعني يكون خاتي كويس والبيع ذات ما يقدر يبيعه، حتى لو باع بيته ما يبيع سيف. صحيح صحيح صحيح، وهذا تراث يعني الناس كلها تحتفظ به. والسيف بتاعك انت بايع؟ السيف بتاعك انت بايع الماسكو برضو سيف من سيوف كنتباي، كنتباي حامد. ايوه، لانه كنتباي حامد كان زعيم وكان ملك، معناه مجموعه من السيوف. أيوة. كانت القصوه اللابسه دي، ايوه دي كانت في عام 1932. ايوه، لكنتباي محمود بن كنتباي حامد. كانت في مشاركه في مهرجان في الخرطوم، ادوه القصوه دي ومعها شهاده بتاع قصوى شرف موجوده. منو اللي اداه الكسوه؟ الحاكم الانجليزي. الحاكم الانجليزي طبعا، هو اللي كان يمنح طبعا. باختلاف السيوف ايضا في اختلاف للنحاس، ودقات النحاس مختلفه. والنحاس نفسه موجود يعني على حسب قبائل الموجوده. كلمني عنها. النحاس الموجود عندنا طبعا الحباب هنا عندهم ما يقارب السبعه نقارات، وكل نقاره لها ايقاع معين ومناسبتها تتدرب فيها. ايوه، ففي النحاس ذاته في جاء من السلطنه الزرقاء مهدا، وجاء وفي جاء من الملك ملك الحبشه. ايوه، النقارات دي يعود تاريخها لثمانيه قرون. ثمانيه قرون. ثمانيه قرون. ويمكن متوارثه زي السيوف، ودائما تكون في بيت الناظر بتاع القبيله. النحاس ده عنده في علاقة. اي حدث بيحصل بيتضرب النحاس من جوا المناسبات اللي بتضرب فيها النحاس. دائما حاجه في الافراح. نعم، وفي المناسبات عند زياره مسؤول لبيت الناظر. يعني هنا عندنا في السودان ضربت لجورج الخامس ملك بريطانيا لما زار توكر هنا. نعم، وضربت في الحكومات الوطنيه ضربت لي من ايام نميري وناس عبود. اي رئيس يجي السودان هنا يدرب له. اخر حاجه ضربت للسيد عمر البشير لما جانا هنا في توكر. هل بتضرب لشيء اجتماعي؟ تتدرب لشيء اجتماعي، تتدرب في الاحزان، في الافراح، تتدرب في الوفيات لاسره الناظر اذا كان ومولود من اسره الناظر، من اسره كنتيبا اذا كان في اي وفيات او حاجه. نعم، تتدرب كل واحده عندها مناسبة. نعم جميل. طبعا عندنا الكبيرة نسميها حليبة والصغير والأصغر منها منصورة، يمكن كله عنده مسميات وعنده مناسبات تدرب فيها. احنا سعيدين والله بأنكم يعني كمان دقيتوا لنا النحاس، مشكورين على يعني هذا الاستقبال الجميل المحتفى به. يعني دائما ما يكون أهل للتقدير والاحترام، فإحنا نقدركم جدا ونشكركم على استقبالكم الجميل. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ حامد على هذه المعلومات المهمة جدا لها علاقة بالتراث. وأشكرك أنت باي محمود، ربنا يديم عليك نعمة الصحة والعافية ويديك العافية إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. إذا من هذا التراث الجميل نتواصل في رحلة. وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا من منطقة ومدينة توكر اللي فيها كثير من التاريخ القديم وفيه كثير من الحداثة. وبالتأكيد المرأة عندها أدوار زي ما نقول دائما هي الأساس في تنمية أي مجتمع، وهي اللي بتكون حريصة جدا على إنه هذا المجتمع يكون متماسك بشكل كبير. التماسك اللي جمع كل قبائل السودان وكل الأطياف وكل العرقيات المختلفة، وزي ما بنقول إنه ده بيمثل السودان الكبير، هم متواجدين معنا في الحوشة. فأنا سعيدة إنه أنا لاقي كل السودان في هذا الحوشة. أهلا ومرحبا بكم كثير، شرفتونا في رحيق الأمكنة، وربنا يجمعكم دائما بالخير. سمعنا عنكم دائما أنكم مترابطين، فربنا يديم عليكم النعمة إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم كثير، ونرحب بالمكان اللي يمكن اختلف. دائما بنكون لقاءاتنا في منازل أو في بيوت، المرة دي إحنا عاملينه في مركز للتنمية باعتباره أنه هو جامع حقيقي لكل نساء هذه المدينة، مدينة توكر. فبنرحب بمديرة المركز. أهلا ومرحبا بك كثير، تفضلي عرفينا بنفسك. مرحبا عليكم، السلام، فاطمة إدريس مدير مركز التنمية محلية توكر. في البدء حقيقة نحن نرحب بكم ترحيب حارف محلية توكر، ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونحن حقيقة اليوم سعداء بحضوركم لنا في المحلية. الله يخليك، تشرفنا بكم كثير حقيقة. وخلينا نتكلم عن المركز ذا ودوره. نعم، تأسس 200، وهل يعني كان فيه الدواعي شنو خلتكم أنكم تقيموا المركز؟
طيب حقيقة المركز ده يمكن من أقدم المراكز في محلية طوكر من حيث التأسيس، وليه عشرات السنين مما يتأسس. الدواعي اللي خلتنا نحن يعني نفكر في تأسيس مراكز هي حقيقة ده يمكن المركز الأم، لكن المراكز بتتفرع على مستوى أحياء المدينة 28. عندنا عدد 8 مراكز كلها فيها شغل نسائي، كلها فيها برامج نسائية، كلها فيها برامج تنمية للمرأة. نحن قصدنا من ده التجمع. هل عندكم في المجال الثياب شغل التصنيع؟ لأنه حقيقة شيء مميز جدا جدا إنه إحنا حايمين في طوكر وشايفين شكل الفوط طبعا بالألوان، يعني مشهد بديع حقيقة. فدي طبعا واحدة من الميزات اللي بتميز بها. طبعا كلمينا عن ارتباطكم بالفوطة أو بالفردة، وهل بتتم تصنيعها أو إعادة يعني تجديدها مثلا بشيء حديث؟ إحنا يمكن الفوطة هي حاجة ما بتقبل التغيير ولا بتقبل التجديد، لكن بمرور الزمن الصنع بطريقة أجمل. زمان كانت الفوطة بيلبسوها أمهاتنا وحبوباتنا حاجة كبيرة كده وجمال ما كان ظاهر. أيوة. بعد ذاك بقت الفردة الواحدة أو زي توب الربط السوداني. أيوة. المرأة تقدر تلبسها في المناسبات، بتقدر تصربها، يعني تلقي آلاف النساء قاعدين ومن بيناتهم 3-4 مميزات بيلبسوا الفوطة. كان يمكن هي تدور على تراث معين، تدور على جهة معينة لبسها. عندنا برضو تياب الكرب يلبسوها أهن الهدندة وأكثر، يعني هي بالطريقة دي بتتلبس. أيوة. بعد ذاك يعني نحن صنعنا، دخلنا فيها صناعة تحت الخرز. أيوة. يعني التوب أسا ده بيتلبس عادي، بعد ذاك بيمشي يعمل له الخرز وقت السهرة، بدل ما نشتري توب السهرة 700 جنيه نعمل له وردة وجاي. أيوة. ده برضو تصنيع من ناس المركز يصنعوه بالمكانات. والفوطة حقتك برضو جميلة شديد. تسلم كثير، كتر خيرك. ده أسألك سؤال لأنه له علاقة بالشيء القديم. ما شاء الله أنت عندك شلوخ. نعم. كلمينا على الشلوخ ده. يلا بالنسبة للشلوخ طبعا أصلا دي طبعا عادات قديمة وحياة زي دي. أما بالنسبة لي أنا شخصيا دي ما كان عادة، ده كان مرض بتاع رمد. أيوة. جاني ولا رمد بعد ذاك بدوا يعمل له الفصيلات الفوقية وعشان ما يروح، ولما ما راح طوالي أنا من شدة ما كنت عيان، يعني حبوبتي كان بتحكي لي تقول لي أعمل هنا وأعمل هنا وكله بس كملوا خلي عيوني تفتح. فده كان مربوط. لكن عندنا عادات الشروخ الكبيرة، عندنا العادات دي كلها، لكن بمرور الزمن يمكن عندنا الأجيال هسه قامت أجيال التسعينات والثمانينات والحياة دي، حتى بناتنا جيراننا الموضوع ده يتخلى تماما. نعم. وبقى حاجة أصلا ما لايقة وما مناسبة والناس خلتها. نعم جميل. أنا سعيدة بالكلام له علاقة حقيقة بالترابط الاجتماعي بيكون موجود ده، وبالتأكيد المركز عنده دور كبير زي ما تنمية المجتمع برضو عندكم. أنا سعيدة إنه أتكلم عن الموضوع ده. أهلا ومرحبا بك، شرفتينا كثير، تفضلي. أحييك وأحيي وضمك لطوكر، طوكر الخضراء، طوكر اللامة، كل الناس وفي جسد واحد. ورحيق الأمكنة وصلنا يعني ونحن في أشد شوق به يعني. الله يخليك ويسلمك، وأتمنى لكم العافية. الله يخليك تسلمي كثير. كلمينا عن تنمية المجتمع وأنت ماسكة الجانب ده، تفضلي. والله تنمية المجتمع طبعا في طوكر، أنا زولة أصل طالعة للعمل العام، لكن المراكز المتطوعة يعني التطوع بيطلع بناتنا نسانا نتطوع في بعض الحياة في كثير من حال من أيام الحرب وكذا، بنطلع نشتغل الشغل العام دي. وأسا عندنا مراكز مفتوحة لتنمية المرأة، من ضمنها المركز زي ومركز أبو هدية لتنمية المرأة. وفي أنتهز السانح أدو أترحم لأخوتنا خالد أحمد عوض الله مديرة المركز، وهي كانت تدير العمل دفة العمل في المركز أبو هدية، وعندهم نشاط اجتماعي كبير منها تدريب الناس في التصنيع الغذائي. والتصنيع الغذائي هو في فترة الإنتاج، يعني فترة الإنتاج عندنا الوفرة بتاعت الطماطم والخضار وكده. وفي بعض المنظمات يعني قدمت لنا شغل بتاع معينات عمل ويشتغلوا بها المرأة في طوكر ويتدربت. وعندنا برضو الشغل بتاع التعليم يعني اليافعات، عند في مدرسة بتاعت يافعات هنا في مدرسة. يعني شو مدرسة يافعات؟ يعني الوحدة فاتة ما تعلمت وهي ما تعلمت وهي صغيرة. أيوة. في زمن كده بعد ذاك قامت ياهو وتقدمت عندنا ياهو مديرة المركز هنا موجودة. نعم طبعا بدو تعلموهم بالتعليم ويمتحنوا الشهادة. يمتحنوا يعني بتلحقوهم النظام التعليم الأكاديمي العادي. أكاديمي. ممتاز. بالنسبة للدلتا يعني وللزراعة، ونحن المشروع ده أصله مشروع زراعي الرعوي، يعني برضو علموا الناس كيف يزرعوا، كيف ينتجوا ويصنعوا إنتاج. انت في داخل الدلتا يعني عملوا مدارس مزارعين فيها نساء. بالنسبة أن نحييهم هنا المنظمات الحكومية، ونحيي يعني الغايمين بالأمر في الحتة دي. أهلا ومرحبا بك، وعرفينا بنفسك. أهلا بك، ومعك نايلة حسن محمد. نعم. نايلة حسن محمد إبراهيم. وبالنسبة للمرأة قديما كانت يعني الحمد لله يعني بتشتغل شغوله كله، وكانت برضو منتجة في زمن ذاك. يعني كانت براها بتجيب سعف وبتطفر
البروش، المقاشيش، الهبابات، الحاجات، وبتنتج وبيبيعوا. طبعا هنا تسويق كبير ما عندنا، لكن في بعضنا بنطلع التسويق، والمرأة كانت مبسوطة. المرأة كانت بتغزل، لأنه زمان طبعا كان القطن موجود، الغزل بيجيبوا وبيغزلوا الشعر ده وبيسووا الحاجات دي، بيخشوا اللبن. يعني تلقى الوحدة لما يحلب البهايم، طبعا ما شاء الله المراح يكون مليان عديد، إبل، ضان، ماعز، بغر، يلا تجي لبن. هذا ما كان زي حس اجري يا جماعه شوفوا الزبادي وين شنو، كان الحياه دي كلها منتجات موجوده كثيره جوا البيوت، والحمد لله كانت بتخش اللبن ده، بتجيب سعينه ده، بتخش لبن ده من الصباح، بتطلع الزبادي براه، وبتطلع السمنه. دائما مرتبط بالحديث وحقيقه دائما القديم بجماله وبرحيقه الرائع والجميل. بنلقى انه كان عندنا عادات هي طبعا بترتبط باسرنا وبترتبط بقبائلنا اللي احنا بنعتز بها جدا، لكن الشباب الان قدر انه يجي ويغير بعض المفاهيم ويغير كثير من الامور اللي ممكن كانت تكون في وقتها صح لكن هي تعتبر خاطئه، وقدرنا فعلا من خلال الشباب بانهم يقدموا النموذج ده. فانا سعيده انه اتعرف عليك كواحده من الشابات، وابدي كلميني عن هذا الموضوع. اهلا مرحبا بك. مرحبا، اهلا بكم، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله خاتم النبيين والصديقين وامام المجاهدين وغايد الغرور المحجلين. في البدء اهني قناه الشروق وأهني الأمة الإسلامية بمولد النبوي الشريف أعاده الله علينا باليمن والبركة. فحقيقة يعني أنا حأتحدث لك عن أكثر شيء المرأة. عرفينا بنفسك. معليش، معك الأستاذة نصر علي محمداد محمد. أهلا بك يا أستاذة نصر. الله يبارك. اتفضلي تكلمين عن تغيير المفاهيم اللي بتكون مرتبطة بإرث ثقافي ومعتقدات بتكون موجودة في قبائلنا السودانية اللي قلت لك إنها بنعتز بها حقيقة، لكن لابد من تغيير هذه المفاهيم لأنها هي كانت ممكن تضر يعني الإنسان القبيلة، فكلميني عن التغيير. والله فعلا حصل تغيير كثير شديد جدا لإنسان القبيلة. ومن الحاجات اللي كان زمان بيعملوها إنه عندنا المهور كانت غالية شديد جدا، زي عندنا إحنا لهنا بن عامر الذهب، يعني شنو الواحد ما يعرس إلا باثنين وقية، ثلاثة وقية، أربعة وقية، ويعني الواحد ما بيقدر حتى لو نزلها له يعني كان لما اثنين وقية تقريبا. ودي كانت إشكالية، حس الناس يتخلوا عنا لما عرفوا وتعلموا يتخلوا عنا. حتى عندهن الهدندوة، يعني الواحدة بيزنوا لك ببقر، بجمار، بالإبل، بعدد كمية كبيرة حاجات. الناس لما وعت وتعلمت وعرفت يعني قللوا من الحاجات الزي دي عشان يدوا الفرصة لأبنائهم إنه بيتزوجوا كده. ثم ثاني كان الزواج من أسرة واحدة، يعني كان دائما بنت العم لود العم، بنت الخال، ودي الناس كانت كده. وطبعا لما عرفوا ووعوا وعلموا يعني الحته دي اثبتت طبعا دراسات طبيه وروم الاضرار يحصل 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 روم نماذج من الحاجات زي دي، الناس اترافعت عنها وبدت تتداخل انه من البني عامر، من الهدندوا، من الهوسة، من الجعليه، من الشوايق، الناس بدات شنو تتداخل وشنو تتزوج خوفا للاضرار اللي حتصيب ابناء مجانين ان شاء الله. فده من الحاجات الحقيقيه جميله. وهنا زي ما انتم ذكرتوا انه في كثير من العادات في قبائل موجوده كثيره جدا، وزي ما قلنا الحوش هنا مليء ما شاء الله بكل السودانيات يعني الموجودات. ربنا يكرمكم ويديكم العافيه في نماذج جميله انتم حضرنا علينا من اغنيه او من شعر، فاتفضلوا. يديك العافية، شكرا لكم يا جماعة، مشكورين كثير، شرفتونا والله حقيقة. والجمال اللي زايد جمال بأنه البيوت الموجودة في طوكر مختلفة من كل السودان، متراصة بشكل صفوف، وده بيوري فعلا أنه التلاحم الموجود من خلال الأسر موجود في بيوتهم. ما بنلقى إنه هي بتقدر تصد أي ريح ممكن تجي من برة تهدم العلاقات الجميلة اللي موجودة بين الناس. فأنا صحيح يعني حقيقة أنا بحيي كل الناس الموجودين هنا، وبحيي كل الطبيعة اللي خلت من الناس إنها تتراحم وتتوادد ويكون إنهم كلهم موجودين بصحة وعافية وبترابط كبير جدا. شكرا جزيلا لكم، شرفتونا، نتمنى لكم إن شاء الله دائما إنكم
انكم تكونوا سعيدين ومبتهجين وتكونوا في تنميه وتطور مستمر باذن الله. دي كانت حلقتنا مشاهدينا الكرام من طوكر اللي احنا لقينا فيها كثير من الابداع وكثير من الجمال الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وباذن الله نلتقيكم في حلقه جديده ورحيق جديد، ودعناكم الله.